اهلا بيك يا فندم. يعني استاذ محمد، عايزه اتكلم على ما يحدث من تغيير الحقيقه في بناء الشخصيه المصريه مره اخرى في مصر من خلال هذه المبادرات. يمكن هتوقف امام مبادره حياه كريمه وتطوير الريف المصري وعوده مره اخرى للحضاره داخل الريف، مش فقط بس تطوير مباني ولكن تطوير ايضا شخوص، تطوير متكامل من كل النواحي. الحقيقة أنه أنا شايف والعديد من الكتاب والاقتصاديين والمفكرين وكل من له علاقة بإعادة بناء الإنسان المصري شايف أنه أهم مبادرة على الإطلاق اتعملت خلال العقود الأخيرة هي مبادرة حياة كريمة أو مبادرة تطوير الريف المصري اللي أنشأها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه المبادرة أنا لما بسمع الإعلاميين أو بسمع خوفهم دايما من أنه ده طرق وكباري وصرف صحي ومشروعات مية وغاز وبناء مجمعات خدمية وبناء مجمعات للصناعات الحرفية، أسمعهم دايما يقولوا الموضوع مش بس مش مجرد بناء، ده بناء للإنسان. الحقيقة أن الإنسان في الريف المصري لم يكن في حاجة إطلاقا إلى إعادة بنائه، وإنما إعادة بناء خدمات حقيقية، بناء وحدات صحية، بناء مدارس فيها بنية تكنولوجية متقدمة جدا زي ما حياة كريمة بتعمل، تحويل كانت الترع والمصارف في عموم الريف المصري تحولت إلى مقالب، إلى مقالب قمامة، وتحولت إلى بيئة شديدة السوء ومباءة للميكروبات والتلوث. فإن أنت تدخلي على الريف المصري وتعيدي إليه الحق في الحياة الكريمة والحق في الجمال. الريف المصري كان تصحر من الناحية الجمالية. النهاردة لما بتشوفي ترعة تم تبطينها وتم تنظيفها وتكريكها وتطهيرها وتشوفي المنظر الجمالي اللي أضيف للريف المصري، هذا منظر حرم الريف المصري منه لمدة 50 عام، لمدة نصف قرن تحول الريف المصري إلى مباءة، إلى سقط من حسابات كل الحكومات اللي مرت على مصر منذ 50 عام تقريبا. النهاردة لما بنبني وحدات صحية وبنبني مجمعات خدمات وبنبني مجمعات صناعية للحرف التراثية اللي كادت أن تنقرض من الريف المصري، فإحنا في الحقيقة بنعيد بناء الإنسان المصري، وبنتيح له أولا فرصة عمل، بنتيح له وظيفة، بنحسسه انه ثمار التنميه. كلنا كنا بنتكلم انه متواجد، انه مشارك الحقيقه في جزء من بناء الجمهوريه الجديده. يعني افهم من كلام حضرتك استاذ محمد، حضرتك بتتكلم على ان الفكره مش في بناء الانسان في حد ذاته، ولكن التطوير الحقيقه والاحساس بجمال الريف والعوده مره اخرى الى الشكل الحضاري داخل الريف، ده هيساهم في عوده بناء الانسان مره اخرى. تخيلي حضرتك انه الناس الغلابه بتوع تكافل وكرامه، الناس اللي كانت لها معاشات، لما يروح المدينه المجاوره ويركب مواصلات ويرجع مواصلات ويهان ويتبهدل من اجل ان يصرف معاش، النهارده الحكومه توفر مجمعات خدمات التموين عشان يعمل بطاقه تموين، عشان يسجل مولود جديد، علشان يطلع بطاقه شخصيه، علشان يتعاون مع البريد، يتعامل مع البريد ومع وزارة التضامن الاجتماعي. كل هذا أصبح موجود في القرية. ده كان حلم حقيقي، يعني هذا الكلام والله ليس فيه أي مبالغة على الإطلاق. كان حلم كبير جدا للقرى المصرية بالكامل. النهاردة القرى المصرية اللي وجدت فيها هذه الخدمات وتم تطوير المدارس فيها وتم بناء مدارس جديدة لكي تستوعب أبنائنا في الريف وتلاميذ الريف، التسرب من التعليم كان فاحش ورهيب جدا بسبب عدم كفاية المدارس وعدم كفاية الفصول وتكدس العيال على بعضها في الفصول. فأنت النهاردة لما تهتم بالتعليم وتهتم بالصحة في الريف المصري وليس فقط في المدن، فأنت بتنشئ حياة جديدة
وبتمنحي هؤلاء الناس ويمكن يا أستاذ محمد هنا كمان لازم أن أنا أتوقف أمام حتى فكرة تغيير فكرة التعليم وأهمية الحقيقة الدعم للتعليم الفني، وفكرة أن احنا يكون عندنا جيل جديد من التعليم الفني يساهم في صناعة احتياجات السوق. كل الحاجات دي الحقيقة مرتبطة بتطوير كرة مصر. أنا عاوز بقى أقول حاجة ثانية مهمة جدا، إحنا بنعاني معاناة شديدة جدا من الهجرة من الريف إلى المدن. اكتظت المدن بالعشوائيات بسبب الهجرة من الريف وعدم وجود فرص عمل وانعدام وجود حياة كريمة في الريف. هذا المشروع سيؤدي إلى هجرة عكسية كنا نحلم بها من زمان. سيعود الناس من المدن إلى الريف مرة أخرى. خلال 3-4 سنوات مقبلة بإذن الله هنشاهد هذه الظاهرة، وقد تنامت في مصر وعادت إلى مصر مرة أخرى. عودة المغتربين اللي قاعدين في عشوائيات، اللي بيشتغلوا في أعمال طفيلية، هيعودوا تاني إلى قراهم لأنهم هيلاقوا مشروعات حرفية يعني، وهيلاقوا مجمعات حرفية أكيد، وهيلاقوا أكيد أماكن يربوا فيها طيورهم ويربوا يعني تخيلي أنه المجمعات الخدمية اللي بتتعمل كل مجمع فيه وحدة بيطرية، هذا لم يكن موجود على الإطلاق. طبعا الريف المصري اللي عماد الإنتاج، فكرة الإحساس بالآدمية والأمن والأمان هو ده اللي احنا الحقيقة بنعمله دلوقتي في الريف المصري. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد البرغوثي مدير تحرير الأهرام، بشكر حضرتك يا فندم.